تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء بضرورة تلمس حاجات المواطنين عن قرب، سارع عدد من أصحاب السعادة الوزراء إلى لقاء عدد من سكان الدائرة الأولى في المحافظة الشمالية للاستماع إلى مطالبهم والإجابة عن أي تساؤل انتظر الإجابة الشافية له. في المحافظة الشمالية وتحديدا ضمن نطاق دائرتها الأولى وعند تمام الساعة 9:30، تلاقى جمع من أهالي قرية بربار بعدد من السادة الوزراء ممن ألقوا أسماعهم على احتياجات المواطنين الذين تنوعت مطالبهم وترامت مشاكلهم الخدمية من كل صوب، تلك التي أخذ بفحواها لتوضع في ملعب أعضاء السلطة التنفيذية حتى يصار إلى تسويتها بشكل يرضي سكان المناطق التابعة للدائرة ذاتها. بيانت حق الأخوان أن سلامة أبنائنا الطلبة هي الأساس، وسلامتهم في المدارس لا تقبل لأي مزايدة، فنحن أيضا قمنا وشرحت حق الأخوان أن هذا الأمر أمر أساسي، ثم انتقلت بعد ذلك إلى أن هناك خطة إنشائية جاري العمل عليها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وعدد من الجهات ذات العلاقة. أطلعنا الحضور على أهم المشاريع التي تقوم بها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في هذه المنطقة والمنطقة المناطق المجاورة، وخاصة بالنسبة إلى مشاريع الطرق الرئيسية. لحث على جلالة الملك وسمو ولي عهد وسمو رئيس الوزراء بالتواصل المباشر مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم. هذا اللقاء يأتي في هذا الإطار، الحمد لله استمعنا إلى المواطنين واستمعوا المواطنين إلى وجهة نظرنا. توفير البنى التحتية المناسبة للمدارس وبناء عدد من الصروح التعليمية الحديثة في القرى للتعامل مع الزيادة المضطردة لأعداد الطلبة، وتطوير الواقع الخدمي من شوارع وبعض خدمات الصرف الصحي، فضلا عن المطالبة ببناء عدد من الحدائق والمراكز الشبابية التعليمية والترفيهية، إضافة إلى كل ما يتعلق بآلية توزيع الوحدات الإسكانية والتسريع فيها، كلها محاور فرضت نفسها في أحداث هذا اللقاء. فهذا إن دل على شيء دل على سياسة الباب المفتوح، ودل على الجهود التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع السادة النواب في الارتقاء بهذا الوطن والوصول إلى كل ما يخص المواطنين. رضا كبير أبداه سكان الدائرة الأولى في المحافظة الشمالية حول منحهم هذه الفرصة. توجيهات صاحب السمو الملكي سمو رئيس الوزراء حفظها الله، طبعا وحضور الوزراء ويعني حضور المميز من الأهالي، وأيضا المطالب اللي استمعنا إليها هي كلها مطالب تهم الأبناء هذه القرى. لفت المغربة على صاحب السمو وهذا التوجيه الواضح واللينم على أن المواطنين سواء في جميع هذا الوطن. اليوم احنا قاعدين ما نطمح فيه هو تلبية توجيهات صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء، هذا ما يطمحون له المنطقة قرية بربار والقرى المجاورة. صراحة هذه أمنيتي من زمن أن أقابل الوزراء، لأن هذا المجال اللي ينفتح لنا أبواب عكس إذا كان بالتلفونات مع الموظفين وما يصير. صراحة اليوم أنا جدا جدا مستانسة. حضور سعادة الوزراء وممثلي الجهات الرسمية إلى هذا المكان في الدائرة الأولى، والذي التمسنا منهم الاستجابة إلى بعض الأمور. عبر أبواب لن توصد أقفالها ستستمر اللقاءات وتتوالى، وسيطرح الرأي والتساؤل على من عندهم الإجابة المطلقة. لقاء مفتوح جاء كاستجابة سريعة لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء بضرورة ملامسة نبض الشارع لمعرفة احتياجات المواطنين في مختلف مناطق المملكة عن طريق استماع المسؤول لسؤال السائل ونوعية شكوى. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.